نتكلم في اسم ليه جانب سلبي واسم ليه جانب ايجابي. فالفيردي، هنشيل الاسم الاول وهنتكلم على الفاميلي نيم. هنتكلم على اسم فالفيردي. فالفيردي هو اسم موجود في برشلونه وموجود في ريال مدريد. فالفيردي ريال مدريد امبارح نادرا لما بنشوف لاعب مطرود والجماهير تشيد بيه، وده بيحصل قليل. طبعا ذكاء اللاعب، القدرة اللي موجودة عند اللاعب في اتخاذ القرار، وده اللي اتخذه لاعب فالفيردي لاعب ريال مدريد لما عرقل موراتا عرقلة مفيش فيها غير حاجة واحدة بس، كارت أحمر. وده اللي الحكم على طول ما ترددش ثانية ان هو طلع الكارت الأحمر. لكن في المقابل فالفيردي عمل إيه مع فريق ريال مدريد؟ قبل المباراة ما تخلص بحوالي 9 دقايق، قدام حضراتكم اللقطة على الشاشة، قبل المباراة ما تخلص في دقيقة 82 أعتقد، قبل المباراة ما بتنتهي بـ8 دقايق، وموراتا كان رايح انفراد تماما، او عفوا الشوط الاضافي الرابع عفوا دقيقة 116، انفراد تام لموراتا. موراتا خلاص هو الجول، لكن فالفيردي بيقرر ان هو يعني يتدخل التدخل المحترفين فعلا، اللي يطرد والجماهير تشيد بيه. لكن طرد جاب بطولة، كارت احمر جاب بطوله، وبالتالي بطل المباراه امبارح من وجهه نظر جماهير ريال مدريد هو فالفيردي لاعب الريال. طبعا ده الحكم هنا وهو بيشهر البطاقه الحمراء في وجه فالفيردي. لكن بعد ما فالفيردي طرد، ريال مدريد اتجه لضربات الجزاء وفاز على اتلتيكو مدريد. كمان في نفس الوقت اللي فالفيردي بيطرد فيه، سبحان الله، يعني سبحان المعز اللي يخلي فالفيردي هو افضل لاعب في البطوله، يعني لاعب مطرود يكون سبب في فوز فريقه بركلات الجزاء بسبب انه منع هدف يخش عن طريق موراتا لاعب اتلتيكو مدريد، وانه كمان يتكرم بجائزه افضل لاعب في البطوله كلها في الماتشين اللي اتلعبوا لريال مدريد. في نفس الوقت دييجو سيميوني واحد من المدربين اللي هيفضلوا من اعظم المدربين اللي موجودين، حتى لو بيلعب بال11 لاعب جوه منطقه الجزاء. راجل عنده فكر، راجل عنده أسلوب، راجل عنده استراتيجية في بناء هجماته أو في رص دفاعه. المدربين دول يا جماعة يعني بيتعبوا جامد جدا جدا علشان يوصلوا للكلام اللي أنا بقوله حضراتكم عليه. جايزة فالفيردي لاعب ريال مدريد قدام حضراتكم بجايزة أفضل لاعب في البطولة في السعودية، البلد العربي الشقيق اللي بنحترمها كلنا، اللي فعلا نجحت باقتدار إن هي تنظم حدث كبير جدا جدا، وهو إقامة 4 ماتشات لأربع فرق في الدوري، أو 3 ماتشات عفوا ما بين أكبر 4 فرق في الدوري الأسباني على أرض السعودية، على ملاعب السعودية، بحضور جماهيري عربي 90% منه عربي خالص. 10% كان لريال، لبرشلونة، لأتلتيكو مدريد، لفالنسيا، لكن مش بالعدد الكبير اللي كانت موجودة بيه الجماهير العربية.